أهلا بكم إلى نقطة حوار جديدة. أنا رشا قنديل. الإنسان ذو البعد الواحد، كتاب قرأته لهيربرت ماركوز يضع تحت العدسة المكبرة ميل المجتمعات إلى رؤية أفرادها وقضاياها من منظور واحد، وكأنه مسطح ضحل يعرف من خلال إما دينه أو قوميته أو انتمائه الجندري وإلى آخره. الحق أنني أسقطت منطق هذا الكتاب على موضوعنا للنقاش اليوم، إذ تجلى في ردود الفعل داخل وخارج تركيا على مرسوم رئيسها إردوغان الذي أعقب قراراً للمحكمة الإدارية العليا تحويل آيا صوفيا في مدينة اسطنبول إلى مسجد. تفاصيل كثيرة غيبت عن النقاش المجتمعي والإقليمي فيما يتعلق بتاريخ المكان ودلالته وهويته، وانصب الجدل بالأساس على إما منظور قومي مع أو ضد غزل إردوغان إن وجد للنزعة القومية التركية والفخر بالهوية العثمانية، أو ديني هوياتي إما مع أو ضد تحويل متاحف لها تاريخ ديني من الإسلام للمسيحية والعكس، وإما منظور سياسي مع أو ضد إردوغان إما محور السعودية الإمارات أو تركيا قطر. في كل الأحوال هي نظرة ضيقة لا تتسع إلا لتصنيف المختلفين إما معنا أو علينا. تخيلت لو ماركوز أعاد كتابة مشهد آيا صوفيا، كيف كان سيركب كل الأبعاد ليخلق صورة مجسمة ثلاثية أو رباعية الأبعاد؟ هل الجدل سيكون بنفس الحدة؟ هل قضية آيا صوفيا حادة لأنها تستقطب متلازمات تقليدية موجودة أصلا في هذه الحالة؟ إما هذا أو ذاك، قومي أو ليبرالي، مسلم أو مسيحي، كل السيادة أو لا سيادة، وطني أو عميل، وهكذا. اليوم أفتح ملف آيا صوفيا لأستمع إلى آرائكم على اختلاف رؤاكم ومواقعكم كذلك. لماذا الجدل والانقسام؟ هل هو استعداء لمسيحي العالم أم حق دستوري؟ هل سيست قضية آيا صوفيا داخل تركيا وفي الشرق الأوسط؟ الأهم من كل ذلك، أين ترتيب هذه القضية المهمة بلا شك من منظور فكري من أولويات حياتكم أنتم وأيامكم المرهقة؟ وسائل الاتصال كالمعتاد، الاتصال الهاتفي 0044-203-16-20-222. يمكنكم المشاركة عبر الحوارات المنشورة على صفحة شارك برأيك على موقعنا على الإنترنت أو عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو على حسابي على تويتر رشا قنديل بي بي سي. طيب، الواضح أن هناك انقسام بين مشاركين، بين مؤيد ومعارض للخطوة التركية بتحويل آيا صوفيا لمسجد، وذلك رصده زميلي أحمد عبد الرازق في معرض الإجابة عن السؤال الرئيسي الذي يعنون لحلقة اليوم، وهو لماذا أثار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد كل هذا الجدل والانقسام أصلا. علي الزناتي يغرد قائلا، أثار قرار السلطات في تركيا تحويل آيا صوفيا إلى مسجد كل هذا الجدل والانقسام لأن الأمر حساس ويتعلق بالديانات السماوية وإثارة الخلاف بين معتنقيها. محمد إبراهيم يؤيد قرار إردوغان ويقول، إذا حرر إردوغان القدس سيبحثون عن حجة لإفشاله لأن الرجل بالنسبة لمعسكر الممالك شر لابد من إزالته وإلا أزالهم عن عروشهم. ساري سعيد يختلف يقول، تجارتان لا تعرفان البوار، تجارة الجهل وتجارة الوهم، وإردوغان تاجر دين كبير. هذا من وجهة نظر المشارك الكريم. سأتحول إلى مزيد من مشاركاتكم تفصيلا في متن هذه الحلقة، ولكن أولا أبدأ من مشاركات حضراتكم الهاتفية لأستمع إلى وجهات نظركم. أستاذ وجدي حسين من تركيا، أهلا وسهلا، مساء الخير. أهلا بكم. الواضح أنه هذا القرار ينظر له من أكثر من منظور، يعني من ينظرون إليه بمنظور ديني لديهم وجهة نظر، قومي لديهم وجهة نظر، سياسي لديهم وجهة نظر. هل حضرتك تخلط بين كل هذه المنظورات ولا لديك رؤية محددة لقضية آيا صوفيا؟ لدي رؤية محددة، الخلط ما بين السياسة والدين مع بعض. في الفترة الأخيرة أستمع إليك أستاذ وجدي، تفضل. أيوة، في الفترة الأخيرة فقد طيب أردوغان جزء كبير جدا من السند الشعبي، فحاول أن يجذب أكبر عدد من المصوتين أو أتباع لحزب. طيب، بس هناك اعتراضات كانت واضحة من أحزاب المعارضة التقليدية أصلا اللي هي الشعوب الديمقراطي والشعب الجمهوري، تعتقد أنه ذلك أيضا في إطار السياسة والتجاذبات؟ يعني لو لم يكن أردوغان هو من اتخذ القرار، هذه الأحزاب كانت ستقبل الخطوة؟ فعلا كانت ستقبل الخطوه. صنف طيب رجب طيب اردوغان على اساس انه كتيار اسلامي على حساب التيارات الاخرى. يعني طيب استاذ وجدي، انا احاول ان استطلع وجهه نظر حضرتك كامله على الرغم من انقطاع بعض الوقت لخطك الهاتفي، سنعود للاتصال بحضرتك مجددا اتصور. استاذ مياح العنزي من بولندا، اهلا وسهلا بحضرتك.
حياكم الله، السلام عليكم. أهلا وسهلا بحضرتك. المسجد الكنيسة اللي هو آيا صوفيا لديه تاريخ طويل جدا منذ إنشائه في عهد القسطنطينية، وبعدين دخل مركز الكنيسة وأصبح رمزا كبيرا للكنيسة الأرثوذكسية أنذاك، وبعدين منه إلى الصليبيين، منه إلى البيزنطيين، عودة إلى الدخول العثماني والثقافة العثمانية، وبعدين تحويل المسجد في بداية القرن العشرين إلى متحف، وبعدين عودتي إلى مسجد الآن. أين حضرتك من هذه السردية الطويلة؟ أنا عندي أولا أشكر قناة بي بي سي لإتاحة الفرصة لي للمشاركة، كما أشكر رئيس أردوغان وسماحة مفتي سلطنة عمان على تأييده وتهنئته للمسلمين بإعادة آيا صوفيا مسجدا يرفع فيه الأذان. خلينا طيب نطلع المشاركين على ما قيل في سلطنة عمان الذي حضرتك تشير إليه. مفتي السلطنة احتفى بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد وأشاد بالقرار ووصف أردوغان بالقائد المحنك. نعم. تفضل. بعيدا عن السياسة وحسابات الانتخابات، وبعيدا عن الوضع السياسي الداخلي للمكاسب السياسية لأردوغان، أنا عندي رؤية أخرى. لا شك أن كل مسلم يفرح بداخله لرفع ذكر الله في آيا صوفيا، لكن هل يحق ذلك على حساب الديانات الأخرى؟ طبعا لا. من الناحية القانونية، بعد انتهاء الحرب العالمية تأسست الأمم المتحدة وقلب العالم صفحة جديدة. لذلك أنا سأختصر التاريخ ما قبل انتهاء الحرب العالمية. في عام 1945 قلب العالم صفحة جديدة وأسس الأمم المتحدة، وذلك للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وهذا يعني احترام سيادة الدول. إذن تركيا حاليا بالعالم الجديد هي دولة ذات سيادة على أراضيها، ولها حق التصرف بها بالعالم هذا الجديد. وكما قالت الحكومة التركية أن مبنى آيا صوفيا اشتراها السلطان محمد الفاتح، إذن يحق للمؤسسة الدينية التصرف به لأنه وقف محمد الفاتح. طيب، أنا عند هذه النقطة التي حضرتك تطرحها وأريد أن أستكملها معك، ولكن حضرتك طرحت كمالة لهذه النقطة، قلت أنه لا يمكن التعدي على المعتقدات أو الديانات الأخرى وينبغي إدراكها في ذات الوقت. خلي حضرتك معي لو سمحت، وأرحب بالحوار معك بالدكتورة علا بطرس الخبيرة في العلاقات الدولية. دكتورة أهلا وسهلا بحضرتك منضمة إلينا من بيروت. لماذا كل هذا الجدل الدائر حول قرار داخل تركيا يرى مناصرو هذا القرار أن الرئيس أردوغان ينتصر إما للقومية وللسيادة التركية على أرضها، وإما يعني الدين الإسلامي من منظورهم هم؟ في الواقع أن تحويل كنيسة إلى مسجد أو العكس كلها بيوت الله، لكن ماذا يخفي هذا القرار في مضمونه؟ هو ينسف وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها بابا الفاتيكان مع شيخ الأزهر، لما تنص على احترام التعددية واحترام حق الاختلاف على أنواعه. وقد أشارت هذه الوثيقة إلى أن بأهمية احترام دور العبادة على أنواعها كجزء من احترام الأديان والقيم الإنسانية والمواثيق الدولية. نذكر بأنه على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، عندما وقع ميثاق المدينة حمى التعددية الموجودة في المدينة، وعندما قام أحد الخلفاء الراشدين وكان يومها فتح القدس حمى كنيسة القيامة فيما يعرف بالعهدة العمرية، وما نص عليه الأحاديث والقرآن الكريم حول إن خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وما أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا ما نعرفه عن الدين الإسلامي، لكن هذا القرار يطوي في طياته التوجه نحو إيديولوجية دينية وترسيخها، وهو يعزز اصطدام الحضارات الذي نحن فيهنا عن أن لا نذهب في هذا الاتجاه. هناك خطاب رسمي لبابا الفاتيكان يا دكتورة يقول فيه أنه يتألم من التفكير في تحويل المتحف إلى مسجد. وجهة نظر الطرف الآخر والتي أعرب عنها عدد من الساسة أنه القضية بالأساس أنه هذا وقف، وبالتالي تحويل هذا الوقف إلى ما كان عليه أمر لا ينبغي أن يثير كل هذا الغضب، وأنه في مرحلة الدخول العثماني أو بداية الحقبة العثمانية أو الإمبراطورية العثمانية كان تحويل الكنيسة إلى مسجد آنذاك أمر وارد، وأنه ذلك لا يختلف كثيرا عن ما حدث في مساجد الأندلس، مسجد القرطبة مثالا.
لا يمكن أن نجتزئ التاريخ، أي أن نأخذ حقبة منه ونقول هذه الحقبة يمكن أن نبني عليها ونعزل كل المسار التاريخي للإنسانية، بمعنى أن كنيسة آيا صوفيا هي جسدت جوهرة الحضارة البيزنطية وعمارتها، وبعدها حصل الفتح العثماني ومحمد الفاتح هو الذي أخذ آيا صوفيا كوقفية له، وبالتالي أن المنتصر هو الذي يفرض شروطه. وقد انتقلت آيا صوفيا إلى مسجد في العهد العثماني، وبعدها مع دولة أتاتورك العصران، دخلنا في مرحلة العصران والتحديث، حولت إلى متحف، وهي وضعت على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. نحن علينا أن نحفظ هذه كقيمة للإنسانية، كرمز للحوار الآسيوي الأوروبي. أريد أن أشدد على أمر مهم، هل إذا حولنا آيا صوفيا من متحف إلى مسجد نكون بهذه الطريقة استردينا حقوق المسلمين بالمسجد الأقصى؟ هل المسلمين يريدون جامع أكثر أو أقل، أم يريدون أن يعيشوا بكرامة وبأخوة وبازدهار وسلام وبطمأنينة في محيطهم ومع جيرانهم؟ هل هذا هو الإسلام؟ وبالتالي إن الركون إلى حقبة تاريخية معينة لتبرير هذا القرار الذي يلحق الضرر بصورة تركيا العلمانية الحديثة التي نشأت على أنقاض السلطنة العثمانية، وبرمز ما تمثله آيا صوفيا من قيمة للإنسانية، هو لا يدفع المسلمين نحو تحقيق قيم الدين السامح. طيب ممكن يا دكتورة لو سمحتي حضرتك تبقي معي ونعود إلى الأستاذ علي المجعوك. أستاذ علي أهلا وسهلا مرة أخرى، حضرتك كان لديك نقطة مداخلة لها علاقة بهذه القضية، وجود أو تعايش الأفكار والأيديولوجيات سويا في تركيا، تفضل حضرتك، لأن واضح أنه وجهة النظر التي استمعنا إليها من الدكتورة لها علاقة بنوايا أردوغان ورغبته الحقيقية من وراء هذا القرار، الذي بالمناسبة ظل كثيرا في المحاكم إلى أن صادقت عليه المحكمة الإدارية العليا. تفضل يا أستاذ علي. بالنسبة للقرار السيد أردوغان، القرار هذا كان وعود انتخابي على حسب ما قرأت أنا في المدونات التركية. كان أحد وعود السيد أردوغان في قبل أن يستلم بلدية اسطنبول، كان من ضمن هذه الوعود أن يعيد فتح المسجد. فبالتالي من يقول أن أردوغان يستخدم هذا الشيء بالذات الآن هو فقط لكسب آراء سياسية وكسب جمهور سياسي في العالم العربي، هو مخطئ. هو فقط هو من 20 سنة هذا القرار. وثانيا أنا أعتقد عندما أتاتورك قام بتغيير هذا، بتغيير آيا صوفيا إلى متحف، كان بضغوط، على ما أعتقد كان بضغوط اقتصادية، بضغوط من دول مثل اليونان، مثل الدول الأوروبية، من فازت بالحرب العالمية الثانية ممكن كانت تحت هذه الضغوط. فلهذا نشوف أن الأتراك قد فهموا هذا الأمر الآن، والآن بدأ الأتراك ينظرون إلى أشياء كانت خاطئة يفعلها الحزب العلماني من قبل في تركيا، انتقاصا للسيادة التركية على حساب فقط بعض الامتيازات الاقتصادية. طيب حضرتك أشرت إلى أكثر من نقطة في الواقع، نقطة لها علاقة بممارسة السيادة لكل دولة على أرضها، ونقطة لها علاقة برؤية العالم الخارجي لهذه السيادة من منظور إما إقليمي، قومي، عرقي، ديني إلى آخره، يعني دخول الأيديولوجية في الحكم على الموضوع. أستاذ علي أشكر حضرتك شكرا جزيلا. أستاذ محمد جار النبي من ليبيا أهلا وسهلا بحضرتك. رد الشيء إلى أصله من وجهة نظر الذين هم مع القرار، وخروج الشيء عن أصله من وجهة نظر منتقدي، مع أي رأيين أنت أو لك رأي ثالث؟ لا أنا لي رأي، أنا بعيد رأي تركي، أنه هي حكاية الأصل من أول مرة كانت مسجد. لا يا فندم، هي كانت كنيسة في الواقع، هي لما بنيت في البداية كانت كنيسة، وبعدين تحولت من الأرثوذكسية إلى البيزنطية، وبعدين من البيزنطية إلى مسجد في عهد الفتح العثماني، وبعدين من مسجد إلى متحف، وبعدين من متحف إلى مسجد. ايوه،
فأنا أتخلي هذا قرار، طبعا قرار يرجع لقرار السلطات التركية، أنا أعتقد هذا قرار سليم. يعني حين إذا رجعنا ورا شوية قليلا نجد أنه كان في نزاع في الهند بين المسلمين والهندوس، نفس المشكلة. في النهاية حكمت المحكمة لصالح الهندوس، ما حصلش شيء يعني. فإزاي في هذا الموضوع يحصل فيها مشكلة ولا يحصل فيها شيء؟ هذا بتخليه موضوع أمر سيادي. فأنا قرار التركي بتخليه أنه قرار يعني جريء جدا وقرار يعني عادي. هل تعتبر أنه ذلك من الممكن أن يستفز مشاعر أفكار أو معتقدات دينية أخرى؟ لا، بس إلا يكون صاحب ناس يكونوا متشددين دينيا، لكن إذا كان له إنسان علماني يعتبر موضوع سيادة دولة يعني ما فيش. بس هل التشدد من وجهة نظر واحدة ولا كل الأطراف التي تريد إما رأيها أو لا شيء هي متشددة؟ لا، إلا إذا كان حولت الموضوع من دينية إلى سياسية يكون في تشدد عادي. أما إذا كان موضوع ديني عادي يعني ما فيش شيء خالص. يعني أنا بخليه قرار تركي، قرار إيجابي يعني ما فيش شيء، قرار سيادي يعني. طيب، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد جار النبي، أشكرك شكرا جزيلا. وأعود إلى ضيفتي الدكتورة علا بطرس الخبيرة في العلاقات الدولية. دكتورة علا، سيكون لي نقاش موسع فيما يتعلق بتسييس هذا الأمر من عدمه ورؤيته في المنطقة، بس ماذا تعتقدين حضرتك من تبعات لذلك؟ هناك من يتخوف أنه ربما يكون ذلك بداية وليس نهاية، وأنه قد يمتد قرارات مشابهة إلى كل ما كان أوقافا للسلطان أو للحقبة العثمانية. في الواقع ما قاله الضيف التركي أن المسألة تعود إلى 20 عاما مضت. لقد أتاحت تركيا مع أتاتورك من خلال هذه الديمقراطية التي نشأت بوصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، الذي استخدم في البداية سياسة الصفر المشاكل والتعاطف مع القضية الفلسطينية والشعوب العربية، إلا أنه اكتشفنا أن هذه السياسة تخفي في طياتها حلم يقظة القومية الدينية، أي الإمبراطورية العثمانية القديمة، وكلها لا يعزز سياسة صفر المشاكل مع الجوار. لقد رأينا التدخلات في سوريا، التدخلات في ليبيا وغيرها، ويأتي هذا القرار. بس قرار كهذا لا يصب في منطلق أنه هي سيادة على أرضها وتركيا من حقها أن تتخذ من القرارات ما تشاء من دون إملاءات من الخارج؟ إن هذا الموضوع، إن كنيسة، إن متحف آيا صوفيا هو موضوع على لائحة التراث العالمي، إن التصرف الدولتي يقتضي لو كانت الدولة صاحبة السيادة، ولكنه أصبح هذا المعلم ملك للإنسانية جمعاء، ويجب أن يكون هناك حوار مع اليونسكو لإتمام هذا الأمر بشكل لا يثير النعرات ويدخل البشرية في هذا الأمر. يجب أن أشدد على أمر أن كل الأيديولوجيات الدينية أو القومية في التاريخ والتي أدخلت البشرية في حروب إلى ماذا انتهت؟ انتهت إلى تدمير ذاتها، خاصة إلى أن الإمبراطوريات تتشكل من قوميات، وهذه القوميات عندما لا تحترم حقوقها تشكل عبء على هذه الإمبراطورية وتنهار. أليس هذا ما حصل للسلطنة العثمانية؟ دي نقطة غاية في الأهمية دكتورة، أبدأ بها حواري التالي مع ضيفي التالي، ممتنة لحضرتك دكتورة علا بطرس الخبيرة في العلاقات الدولية من بيروت منضمة إلينا، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. من الدكتورة علا إلى الأستاذ حمزة تكين الكاتب والصحفي التركي. أستاذ حمزة، أهلا وسهلا بحضرتك، ما رأيك في هذا الطرح نبدأ به حوارنا معك؟ تعريف الدولة من مفهوم أصولي من وجهة نظر الذين انتقدوا هذا القرار، أنه تعرف تركيا بهذا القرار إلى جانب قرارات أخرى مؤخرا بأنها الدولة الإسلامية التي تنتهج قدرا من السلطوية ربما سياسيا ودينيا، ما رأي حضرتك في ذلك؟ يعني 95% من سكان تركيا ومواطني تركيا هم من المسلمين، وبالتالي بالطبيعي من الطبيعي أن تقوم الحكومة الموجودة في هذا البلد بغض النظر حتى لو كانت من غير حزب العدالة والتنمية، الطبيعي أن تعمل وفق ما يريده هذا الشعب الذي تشكل نسبة المسلمين منه الغالبية الساحقة. وبالتالي الحكومات السابقة التي كانت قبل حزب العدالة والتنمية غالبيتها لم تعمل وفق تطلعات الشعب التركي المسلم. حزب العدالة والتنمية أتى بطريقة ديمقراطية، وهذا ما قالته ضيفتك قبل قليل، بانتخابات ليس بانقلابات عسكرية بل بالصندوق، وصل بأصوات الشعب التركي وهو يلبي تطلعات ورغبات الشعب التركي. بكل بساطة، تطلعات ورغبات الشعب التركي لا علاقة لها بقضية التطرف الديني على الإطلاق كما يحاول البعض اليوم
أن يهاجم الدولة التركية والشعب التركي من هذا الباب. هو لم يهاجم أحد الشعب التركي يا أستاذ حمزة، الفكرة كلها هي أنه بالتأكيد ليس هناك من نظام حاكم، حتى الأنظمة المنتخبة عليها إجماع 100%، وهذا ما حدث في أكثر من جولة انتخابات من بين الحزب وأحزاب أخرى معارضة هي ذاتها أخرجت بيانات انتقدت فيها هذا القرار، إلى جانب أنه الخطاب التركي نفسه الموجه للداخل والخارج مختلف. يعني لما نشاهد التغريدات التركية للرئيس التركي والبيانات الخارجة عن الرئاسة، نرى أنه الشق العربي منها مثلا يتحدث عن استعادة مجد الدولة، وهو أفضل رد على المجمعات والاتهامات الشنيعة الموجهة إلى الإسلام وتركيا وإلى آخره. الخطاب الإنجليزي مختلف تماما، يتحدث عن الاتساع للجميع واستقبال الجميع في صحن المسجد وإلى آخره. هل يعد في ذلك ازدواجية؟ كلا أستاذتي الكريمة، الخطاب التركي الذي أطلقه أو الخطاب الرئيس رجب طيب أردوغان التاريخي، الوثيقة التي أعلنها بعيدة إعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا، تمت ترجمتها إلى اللغة العربية واللغة الإنجليزية بشكل حرفي وكامل. ويمكن، أنا أدعو الجميع من يسمعني الآن، يمكن العودة لموقع الرئاسة التركية وسيرى البيان بشكل حرفي. البيان في إيدي يا أستاذ تكين، البيان في يدي، النسخة العربية أهو في يدي، في يدي يا أستاذي الفاضل. أستاذتي هذه تغريدات مختصرة، أما لا، البيان هذا الكامل، نص البيان مش تغريدات مختصرة ولا حاجة. أنا كنت من المترجمين يا أستاذتي، طب أصبر، أنا كنت من المترجمين ونحن نشرنا البيان مترجم باللغة العربية حرفيا، ونشرناه مترجم باللغة الإنجليزية حرفيا، وبالتالي لا يوجد انتقاص ولا يوجد. يعني هل من المعقول رئاسة جمهورية كبرى مثل تركيا تقع بمثل هذا الخطأ الكبير والطفولي والغير منطقي، أن تترجم خطاب رئيس جمهورية بهذه اللغة؟ طيب، مختلفة لو عن خطاب، لو يعني لو أنا ما في يدي من خطاب يا أستاذ، هذا أمر أستاذ غير حمزة منطقي يا أستاذ الكريم، بالراحة، هذا أمر غير منطقي يا أستاذ تكين، هذا حوار بيني وبين حضرتك ليس مونولوج، وبالتالي ينبغي أن ندير هذا الحوار بشكل يسمح لي برضو أن أطرح الأسئلة. ما في يدي الآن وينسب على أنه بيان الرئاسة مختلف تماما بالعربية والإنجليزية، إذا كان هناك ما حضرتك تريد أن تقول أنه نسخ غير منقحة أو نسخ زائفة، فربما هذا أمر ننظر فيه لاحقا. خليني أسمع حضرتك وجهات نظر السادة المشاركين معنا. أستاذ حسين من تركيا، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير. مساء النور يا فندم. الإجماع الذي يتحدث عنه الأستاذ تكين وأي انتقاد لهذا القرار أو نقاش فيه يعتبر هجوم على الشعب التركي، كيف تراه حضرتك؟ لا أبدا، الموضوع ليس شخصنا، الشعب التركي واعي جدا ومدرك جدا ومتعامل مع هذا الحدث على أنه متحف منذ أيام القائد مصطفى أتاتورك. الآن ما حدث يعني شيء مختلف تماما، يعني لو كانت تركيا، أنا كنت من الأفضل أنه تبقي على حبال الود بينها وبين المجتمع الدولي، وأن لا تدخل في هكذا يعني خطوة قد تكاد تكون غير محسوبة حقيقة. يعني هي تبدي يعني تظهر للناس مدى قوة و صلابة السيد رئيس الجمهورية، ولكن في المقابل هو في هذا الوقت نفسه بدأ بخسارة أصدقاء كثيرين من الأوروبيين ومن الدول الأخرى. ماذا لو ظل على حاله متحف يتسع للجميع ويتشاركه الجميع؟ طيب يا أستاذ حسين، هناك استطلاع للرأي منشور ومنسوب إلى مؤسسة متروبول التركية، هي الاستطلاع الرأي والدراسات تجري عدد من استطلاعات الرأي، هي قالت وتحت عنوان نبض تركيا يونيو، قالت إنه قرابة نصف الشعب التركي، نصفه يرى أن قرار تحويل المتحف إلى مسجد له أبعاد سياسية، بينما يرى 43.8% من المشاركين الذين استطلعت آرائهم إنه القرار منه هو شغل الرأي العام. عن الحديث عن الأزمة الاقتصادية، ما يقارب 30% رأوا إنه قرار طبيعي وأنه هو مسجد بالأساس، وأنه هذا قرار يصب في مصلحة سيادة دولة تركيا. ما رأي حضرتك في هذا الاستطلاع إن صح؟ سيدتي الفاضلة، الشعب التركي شعب واعي وشعب مثقف وشعب محتك بالدول الأوروبية ومطلع على الدساتير الأوروبية، ويشاهد يوميا كيف تدار الأمور في الدول المتقدمة والدول الديمقراطية المتحضرة. نتيجة الاستطلاع تكفي تماما لتقول ما هو رد الفعل، لتختصر ما نقول نحن في هذه الحلقة. نتيجة استفتاء، هذا الاستفتاء اللي قام به الشعب التركي، تحكي وتختصر باختصار ما نتحدث عنه في هذه الحلقة. نصف الشعب التركي يرى أنها خطوة
غير موفقة وللفت النظر عن الأزمة الاقتصادية، وهذا وهذا شيء واضح جدا ومعروف جدا. إذا حضرتك تشترك مع وجهة النظر هذه، ما رأي حضرتك في ذلك يا أستاذ حمزة تكين؟ نظر بشكل كبير، هذه القضية ما تبحث في تركيا منذ 80 عام، ومنذ 80 عام لم يكن هناك لا أردوغان ولا حزب العدالة والتنمية. الشعب التركي بمثقفيه بوزرائه ببعض المسؤولين الذين توفوا كنجم الدين أربكان، كالعديد من الشعراء الأتراك، العلماء الأتراك، كانوا ينادون على مدى 80 عام بضرورة إعادة افتتاح مسجد آيا صوفيا. وبالتالي القضية لا علاقة لها باقتصاد الاقتصاد التركي، حتى رغم كورونا سيدخل قريبا وفق ما أعلنت العديد من مراكز الدراسات وأعلنت الدولة التركية الرسمية أن الاقتصاد التركي بات على أبواب أن يصبح من 10 الأوائل في العالم خلال أشهر قليلة أو خلال سنة تقريبا. وبالتالي عن أي أزمة اقتصادية نتحدث؟ إذا كنا نتحدث عن تأثيرات بسيطة لكورونا فهذه ليست أزمة اقتصادية، كل كوكب الأرض يعاني من تداعيات كورونا من الناحية الاقتصادية وليس فقط تركيا. وبالتالي القضية ليست للفت الأنظار. يقول البعض وكما قال ضيفك أيضا قبل قليل أن تركيا تحجم نفسها أو تعزل نفسها عن العالم بمثل هذا القرار، على الإطلاق رأينا وزير الخارجية التركي قبل يومين في بريطانيا وهناك اتفاقية للتجارة الحرة ستكون تداعياتها الاقتصادية الإيجابية مهمة جدا على تركيا وعلى بريطانيا، ستوقع بين الدولتين، وبريطانيا تعلم أن تركيا ستفتح مسجد آيا صوفيا. اليوم سمعنا روسيا تقول أن قضية آيا صوفيا قضية داخلية لا علاقة لنا بها. لم نسمع أي بيان رسمي من أي دولة يهاجم تركيا بسبب آيا صوفيا. البيانات التي هاجمت تركيا هي بيانات دينية بحتة، وبالتالي العلاقات السياسية بين تركيا وهذه الدول مش دقيق هذا الكلام يا أستاذ حمزة، لأنه الاتحاد الأوروبي لديه بيان ينتقد القرار، اليونسكو لديها بيان تنتقد القرار، اليونان لديها بيان شديد اللهجة ينتقد القرار، فمش كلها دينية. لا أستاذتي الكريمة، اليونان معروف موقفها، اليونان لا يحق لها أن تتكلم بهذه القضية. اليونان الدولة الوحيدة في العالم التي لا يحق لها، اليونان هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح للمسلمين ببناء مسجد في عاصمتها في أثينا، الدولة الوحيدة. ثم تأتي اليونان لتكلمنا عن الحريات الدينية وتنتقد آيا صوفيا بأي وجه؟ ثم اليونسكو أستاذتي الكريمة، اليونسكو تقول أن آيا صوفيا في خطر. عن أي خطر تتكلم اليونسكو؟ آيا صوفيا حمي في عهد الدولة العثمانية وحمي في عهد الجمهورية التركية كناحية وكقيمة أثرية، لم تمس منه حجرة واحدة، وبالتالي هو يفتح مسجد. لا، هو الواقع أنه بالسرد التاريخي يا أستاذ تكين أجريت بعض التعديلات على بعض المعمار من دون المساس بجوهر المبنى في حقبة الدولة العثمانية لإزالة على الأقل الرموز المسيحية، الصلبان وما إلى ذلك. طيب، ممكن نستمع في نفس النقطة التي حضرتك تطرحها وبعدين سأعود للرد فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي وباليونسكو وبغيره إلى الأستاذ رامي من دمشق. أستاذ رامي أهلا وسهلا بحضرتك. يا أهلا، مساء الخير. اليوم قرأت مصطلح، كانت المرة الأولى التي أقرأه في الواقع، مصطلح يسمى وأرجوك لا تغضب منه مصطلح سوركيين، وقيل أنه هناك انتقادات من داخل سوريا لمن هم مع القرار من السوريين المقيمين في تركيا خلال 10 سنوات الفائتة، لأنهم يعتبرون أنه القرار هو في صلب فرض هيمنة أو هوية تركية، وأنه هؤلاء السوريين يذهبون إلى هذا أكثر مما هم سوريون. ما رأي حضرتك في هذا الطرح؟ أستاذ رامي، مش عارفة إذا التليفون صعب ولا السؤال الصعب. طيب، أستاذ رامي أيضا من ليبيا. أستاذ رامي أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذ. ما رأي حضرتك في هذا القرار؟ أستاذ، أنا سأتكلم بصفة عامة عن موضوع آيا صوفيا. أنا حسب وجهة نظري البسيطة أن موضوع آيا صوفيا كله موضوع سياسي ليس له علاقة بالموضوع الديني. يعني السيد رجب طيب أردوغان عندما أراد الآن أن يحول آيا صوفيا أو يرجعه كما يقول هو إلى مسجد ليقام فيه الصلوات، وأنا كعربي مسلم لا أعترض عن هذا القرار يعني، لكن الموضوع سياسي. لماذا عندما جمع في سنة 2014 15 مليون توقيعة لإرجاع آيا صوفيا إلى مسجد، لماذا يخفض الضغط عن حزب العدالة التنمية كان الحاكم وأردوغان كان حاكما، لماذا لم يرجع؟ لماذا رجع الآن؟ القرار الآن سياسي بحت، هو نكاية في الأوروبيين. وأنا لست أنا عن نفسي كعربي مسلم لست معترض على القرار، لكن الذين يريدون أن يجعلوا هذا القرار قرار ديني
كلهم يريدون بروباغاندة الدين. نحن الآن في زمن الشعبوية والخطابات الشعبوية، بروباغاندة الدين، بروباغاندة القدس. يخرجون علينا أتباع أردوغان وأعضاء حزب العدالة والتنمية، يقولون ماذا يقولون لنا؟ يقولون أول سكة القدس الآن بداية من آيا صوفيا. ما دخل آيا صوفيا في القدس؟ وما علاقة هذه الموضوعين ببعضهما؟ وما علاقة أردوغان بموضوع القدس؟ يعني العلاقات الإسرائيلية التركية في أزهى 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 صورها، ما علاقة أردوغان بهذا الموضوع؟ فموضوع آيا صوفيا بالملخص، يعني موضوع آيا صوفيا موضوع سياسي بحت، أردوغان أراد به النكاية السياسية. وعلى فكرة الأوروبيين بحد ذاتهم لا يعترضون على 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 إزالة أي كنيسة أرثوذكسية. نحن نلاحظ أن ليس هناك يعني جدال في أوروبا، الجدال أتى من اليونان أو بعض الدول العربية المعادية لتركيا. يعني أنا لم أرى أي دولة أوروبية تتدخل بقوة تقول لماذا أو تعترض بقوة. لم نرى فرنسا ماكرون الذي يتعارض مع أردوغان في أشياء كثير لم يتكلم، كثيرين لم يتكلموا. ما رأي حضرتك في ذلك يا أستاذ حمزة؟ يعني بداية هذا كلام غير دقيق على الإطلاق. أولاً أول شيء لا يوجد شيء اسمه أتباع أردوغان، يعني يوجد شيء من مؤيدي أردوغان السياسيين يؤيدون وجهة نظر أردوغان السياسية، أما أتباع هذه كلمة ساقطة. وبالتالي ما قاله ضيفك أن هناك 15 مليون في قبل خمس سنوات وقعت ورفض حزب العدالة والتنمية، هذا كلام ساقط أيضاً، لأن القرار قضية آيا صوفيا هو قرار قضائي وليس قرار رئاسة الجمهورية التركية. ليس أردوغان الذي فتح آيا صوفيا مسجد، صدر قرار قضائي من المحاكم التركية. عندما جمعت تلك التوقيعات كان القضاء التركي في مرحلة البحث عن الأدلة، وصل الآن قبل يومين إلى دليل قاطع وواضح أن الدعوة التي رفعت قضائيا بضرورة إعادة آيا صوفيا مسجدا هي قضية عادلة، وبالتالي أصدر القرار التركي القضاء التركي قرارا بإعادة آيا صوفيا. رئيس الجمهورية الذي هو رجب طيب أردوغان بصفته الرسمية هذه طبق القرار القضائي، وليس طيب. أردوغان الذي اتخذ قرار إعادة آيا صوفيا. لو نظرنا من تركيا إلى الخارج يا أستاذ حمزة، يعني ننظر الآن تركيا، بس ماذا عن تركيا إلى الخارج؟ يعني بعض المنتقدين مش بس للقرار، للسياسات التركية عامة مؤخرا، يتحدثون عن أنه هي ذاتها تركيا التي تتحدث عن استقلالية القرار والسيادة وحقوقها في إدارة شؤونها، هي ذاتها التي تتم الصفقات الأس 400 مع روسيا، ذاتها التي كانت قبل عدة سنوات تريد دخول الاتحاد الأوروبي ولم تفلح، ذاتها التي هي باقية تحت منصة حلف شمال الأطلسي حليفا لدول هي تنتقدها من بينها الولايات المتحدة وإلى آخره. ما رأي حضرتك في هذا الطرح؟ لم أفهم السؤال يعني أستاذتي الكريمة. سؤال واضح يعني يا أستاذ حمزة، السؤال له علاقة بالحديث عن استقلالية القرار على أرض تركيا بإعادة هذا المبنى من وجوده كمتحف. ما حضرتك ما فهمتش السؤال فأنا أعيده. وبالتالي هل هناك تناقض بين قرارات تركيا فيما يتعلق بإعادة المتحف إلى مسجد وبين رؤيتها للعالم الخارجي؟ إذا تكلمت تركيا الآن عن استقلالية قرارها وعن قوتها وعن أنها دولة تسعى لتكون دولة مستقلة بكل قراراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية، هل يعني أن تأتي تركيا وتقطع خريطتها الجغرافية وتنقلها إلى كوكب المريخ؟ ما هذا الطرح يا سيدتي؟ من يطرح هذا الطرح هو شخص غير عاقل. نعم تركيا تبني علاقات مع الناتو، تبني علاقات مع الاتحاد الأوروبي، تبني علاقات مع روسيا، مع الدول العربية، مع أمريكا، ولكن علاقات من ندية، علاقات مشتركة، علاقات مصالح متبادلة، وليس علاقات تبعية. وليس أن تأتي الولايات المتحدة أو موسكو أو العواصم العربية أو حتى الناتو يتحكم بتركيا، أو حتى الكيان الصهيوني الذي يحتل الأراضي الفلسطينية يأتي يتحكم بتركيا. ينتقدون تركيا أنها تعترف بهذا الكيان الصهيوني. لماذا لا يقولون أن تركيا قبل أردوغان كانت تابعة لإسرائيل، كانت إسرائيل تتحكم بتركيا؟ لماذا لا يقولون أن أردوغان انتزع هذه الورقة من أيادي الصهاينة ونقل العلاقة بين تركيا وإسرائيل من علاقة متقدمة متفوقة، علاقة تبعية تركيا لإسرائيل، إلى علاقة ندية الآن؟ تركيا الآن توقف مشاريع الكيانات الصهيونية. يوجد شراكة دبلوماسية وشراكة تجارية، ولكن ليس كما كانت في السابق. ليس أن تكون تركيا تابعة للكيان الصهيوني. هذا الفرق الذي نقله أردوغان. بدل أن ننتقد اليوم علينا أن نرى ما حققه الرئيس أردوغان بقضية إسرائيل بالتحديد. هذه القضية نحن نتحدث عن آيا صوفيا والعلاقات التركية بالعالم كله على كل. أستاذ حمزة تكين، أنا طبعا لم يكن لدي سألتيني سؤال بالعلاقات الدولية. طيب حضرتك رددت عنه بإسهاب،
أستاذ حمزة تكين، لم يكن لدي أي شك طبعا أنه حضرتك فهمت السؤال من أول مرة، أنت شديد الذكاء. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حمزة تكين الكاتب والصحفي التركي، شكرا جزيلا لك. طيب نعود إلى أحمد عبد الرازق ورؤيته لمشاركات حضراتكم في الحوار الموازي إلكترونيا لحوارنا هذا الذي يزداد سخونة لحظة تلو الأخرى. في الوقت الذي انقسم فيه المشاركون أحمد يقول على صفحاتنا بين معسكرين، أحدهما يؤيد خطوة إردوغان تأييدا شديدا والآخر يرفضها رفضا شديدا، فإن هناك تيار ثالث هو ما بدأت به في المقدمة يرى أن كل هذا الجدل بشأن القضية هو جدل وهمي، وأن الدول العربية لديها من المشاكل ما يكفيها بدلا من الهروب لمناقشة قضية تركية من وجهة نظري. محمد التيجاني يقول كمسلم لا أرى أي ضرورة لتحويل مكان تاريخي إلى مسجد أو إلى كنيسة. أبو علي محمد يقول تحويل آيا صوفيا لمسجد شأن داخلي تركي لا علاقة للغرب به ولا الدول العربية. آيا صوفيا هو يقول اشتراها محمد الفاتح بحر ماله وهي ملك للمسلمين الأتراك ووثيقة البيع موجودة، فلماذا هذا التباكي؟ محمد يغرد سيستفيد إردوغان من خطوته من ناحيتين، داخليا سيحصل على الدعم لدفاعه عن السيادة التركية وخارجيا سيكسب تعاطف العالم الإسلامي. أسامة فهد يقول كان من الواجب على إردوغان ترميم هذه الكنيسة وإعادتها إلى أصحابها، المسجد لن يضيف شيئا لمساجدنا إذ لدينا ملايين المساجد، هكذا يقول. لا يزال أحمد عبد الرازق يرصد أراء حضراتكم بتوجهاتها حول الجدل المتفجر في الدول العربية بشأن الخطوة التركية ومدى وجهاته. أحمد ينقل عن جواد أبو علاء الذي كتب القضية لا تستحق كل هذا التهويل، هناك كثير من المسلمين يعانون الجوع والقتل في ميانمار وفي الصين، تحويل بناية تراثية إلى مسجد لا يقدم ولا يؤخر. ود الجنوب ابن البادية يقول ما يحدث هو جدل عقيم الهدف منه تحويل الأنظار عن القضايا الأساسية والأكثر أهمية. محمد إبراهيم يقول ما يحدث في العالم العربي بشأن الموضوع هو جدل وهمي، لدينا من المشاكل والحروب ما يستحق الاهتمام بها وحلها، هكذا بعض ما رصد زميلي أحمد عبد الرازق من وجهة نظري أو وجهات نظري حضراتكم في أكثر من اتجاه وبالتالي في أكثر من بعد كما تحدثنا في بداية هذه الحلقة. طيب عبر خدمة سكايب من الكويت ينضم إلينا الأستاذ عبد الله الشايجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. دكتور أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بكم وشكرا على الاستضافة. هل ترى حضرتك في هذا الطرح قضية سيادة بالمفهوم المجرد لعلوم العلاقات الدولية، سيادة الدولة تمارس على أرضها ما يعن لها من قرارات في منشآتها وفي تاريخها وإلى آخره، كيف ترى حضرتك هذا الطرح؟ شكرا. طبعا يعني حسب القانون الدولي وحسب يعني ما نفهمه من الدول من العناصر الدولة، هي من أهم عناصرها هي السيادة sovereignty، ولكن موضوع آيا صوفيا وكونه كان كاتدرائية ثم متحف ثم مسجد ثم يعني هذا يثير الكثير من التساؤلات وفي نفس الوقت يطرح الكثير من القضايا المثيرة للجدل. من الناحية القانونية ومن ناحية العلاقات الدولية لا يمكن لأحد أن يتدخل بشأن سيادي لأي دولة حسب القانون الدولي حسب ميثاق الأمم المتحدة، ولهذا السبب ما قامت به تركيا بالتدرج بالقضاء التركي أصدر حكما بالإجماع بأن هناك هذه الأرض وهذه الكنيسة والتي صارت متحفا في أيام أتاتورك بعدما كانت مسجدا على مدى 500 سنة وقبل ذلك كنيسة بيزنطية أرثوذكسية وبيزنطية 900 سنة، هو قرار ثم توقيع الرئيس التركي مرسوما رئاسيا يسمح بأن يحوله إلى مسجد ويدخله ضمن الأوقاف دائرة الأوقاف الإسلامية وتبدأ الصلاة فيه في 24 الشهر الحالي، هو قرار سيادي لا يمكن لأحد أن يطعن به. ولكن الجدل الذي يثار والانقسام الذي يثار هو حول يعني رمزية تحويل هذا من متحف، يعني أنا أستغرب أنه لم يثار جدل عندما تحول من كنيسة من 1453 إلى ألف كان مسجدا إلى 1934 مظبوط إلى 1934 86 سنة كان متحفا، لم نسمع هذه الاحتجاجات أو هذا الصخب الذي يدور.
الآن طبعا تركيا دولة مسلمة، دولة أغلبية الساحقة من 82 مليون مسلمة، ولكن يعني هنا يثار الجدل أردوغان دور التركي. يجب أن لا نفصل بين ما فعله النظام في تركيا، القضاء ثم الرئاسة، بدور تركيا الصاعد. طيب ممكن أتوقف مع حضرتك عند هذه النقطة دكتور، ممكن أتوقف مع حضرتك عند هذه النقطة ونعود إليها، بس نستمع إلى وجهتي نظر. أستاذ عزيز من المغرب، أستاذ عزيز مزيان أهلا وسهلا بحضرتك. مرحبا أخت رشا، هل حضرتك ترى بعدا سياسيا لهذا القرار في المنطقة إقليميا أو في أي شق آخر حضرتك تريد أن تتحدث عنه؟ دائما أردوغان يحاول أن يستقطب المسلمين ويثير نعارات ما بين المسيحيين والمسلمين. أنا في نظري كان بالإمكان محافظة عليه كمتحف للإنسانية يجمع ما بين المسلمين والمسيحيين. تركيا ليست في حاجة إلى المساجد. بس يعني نقف عند هنا أن تركيا ليست بحاجة إلى مساجد إضافية، وبالتالي هذا القرار تراه مسيسا؟ بس لماذا يستفز؟ نعم. لماذا يريد رجب طيب أردوغان استفزاز الرأي العام الدولي مثلا إذا ما كان ذهب بهذه الحدة، ولم نرى إلا بيانات صريحة من الاتحاد الأوروبي، من اليونسكو، من اليونان، من بابا الفاتيكان؟ نعم، دائما أردوغان يحاول أن يسلط عليه الضوء ويظهر بمظهر المتحكم في الأوضاع وبأنه له بصمته في جميع الاتجاهات وجميع الميدان. نقطة أخرى لو سمحتي لي أثارها الأخ حمزة يكين، قال بأن أردوغان منتخب وطبق ما ينتظره الشعب، وكأن الحكومات المتعاقبة التي مرت قبله ليست منتخبة. هنا يظهر التناقض، ألم تكن تركيا دولة ديمقراطية؟ طب دي كمان نقطة مهمة. هل تركيا عرفت الديمقراطية الآن فقط في حكومة العدالة والتنمية فقط؟ فهمت وجهة نظر حضرتك يا أستاذ عزيز. خلينا نستمع إلى وجهة نظر الأستاذ الطيب النواتي من السودان. أستاذ الطيب أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ رشا. أهلا يا فندم. توافق على هذا الطرح ولا تختلف معه؟ أوافق جزئيا، أنه قانونيا صوفيا رجعت مسجد، لأنه من ناحية قانونية أرض اشتريت لهذا المسجد منذ محمد الفاتح. نعم كانت معبد ثم كنيسة. الخط الهاتفي بس شوية رديء، معلش أستاذ طيب ممكن حضرتك تعيد آخر جملة. حضرتك قلت أنه من وجهة نظر القانون ماذا؟ معلش أنا فاتتني هذه الجملة بسبب رداءة الخط الهاتفي. نعم قانونيا واضح، لأنه كل دولة عندها تشريع وقوانين يتحكم فيها القضاء ويفصل فيها. قانونيا الأمر واضح، ولكن سياسيا فيه. هل هذا قرار سياسي يا أستاذ طيب من وجهة نظرك؟ باعتبار سياسي بحت، خاصة في هذه الأونة الأخيرة، لأنه معظم الرؤساء رؤساء العالم القربي يسيسون الدين من أجل السياسة. طيب أستاذ طيب وأستاذ عزيز، نقطة مهمة يمكن إدماجها في سؤالي للدكتور عبد الله الشايجي بعد ترحيبي به مجددا. دكتور عبد الله، لو نظرنا إلى الأمر من منظور مجرد هو عمل سيادي، هذه الدول التي وقفت مع أو ضد أردوغان في قراره هم الحلفاء والخصوم التقليديون، وبالتالي القضية كلها من وجهة نظر من يرى أو يطرح هذا الطرح ليست لا قضية المسجد ولا الكنيسة، هي قضية محاور في الشرق الأوسط. ما رأي حضرتك؟ طبعا يعني لا يمكن أن نفصل السياسة عن الواقع، مثل ما كنت يعني أتكلم ولم أكمل بأن لا يمكن أن نفصل يعني ما يقوم به النظام في تركيا والرئيس أردوغان بالتحديد وكاريزماتيته عن دور تركيا الصاعد في شرق المتوسط وفي المنطقة. ولم نسمع يعني إلى الآن أي انتقادات أو أي دعم من الدول العربية أو الدول الإسلامية. ما سمعناه هو من كتاب، من مغردين، من محللين، لكن لم يصدر أي بيان يؤيد، باستثناء من عمان مفتي عام سلطنة عمان، ولكن لم نسمع من أي دولة عربية أو إسلامية سواء تصطف مع تركيا أو لها موقف معادي للمشروع التركي في المنطقة. لا نسمع هو من زي ما حضرتك ذكرت، هناك مقربين من المحور الآخر انتقدوا الموقف العماني. لم ينتقد رسميا، انا لم اقرا او لم اشاهد هذا ما قلت. مظبوط.
نعم، فيعني لا يمكن أن نفصل ما يجري يعني في من قضية تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد وإلى جامع وإلى يأمه المصلين دون أن يعني نرى بأن هناك في أيضا أجندة، ونرى هناك في تسييس لهذا الموقف، وفي أيضا جلب بعض النقاط السلبية ضد تركيا، أن هذه ليست أولوية ستقسم العالم. ولكن لم نسمع أيضا الليبراليين أو من ينتقدون ما قام به أردوغان يعني بالبعض يعني يسرد سرد يخرج السياق التاريخي من السرد، يقول بأن لما فتح الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه القدس لم يعني ترك في العهد العمرية كنيسة القيامة، لم يحولها إلى مسجد. هذا كان فتحا سلميا استسلام، بينما قسطنطينية اللي هي الإسطنبول اليوم سقطت بيد الفتح الإسلامي محمد الفاتح عنوة. هناك فرق بين الفتح سلميا وعنوة. ثم اشترى الخليفة محمد الفاتح الكنيسة هذه أو آيا صوفيا بماله من القائمين عليه بعد هزيمة الإمبراطورية البيزنطية. لم نسمع انتقادات لتحويل إسبانيا مسجد القرطبة والحمراء وإشبيلية إلى كنائس وإلى كاتدرائيات، وكذلك ما تقوم به اليونان حولتها إلى مسارح وإلى غيرها من الأمور. كذلك طيب، إسرائيل. ولكن دكتور عبد الله، هؤلاء يرون في القرار آنذاك، فيجب أن يكون النقد مشترك على جميع الأطراف وليس نختار طرف ونترك الأطراف طيب الأخرى. ولكن يا دكتور عبد الله، من يرون آنذاك تحويل المساجد سواء في قرطبة في الأندلس في غيره من الممالك الإسلامية آنذاك إلى كنائس أو إلى ما هو يعني غير ملائم لدور العبادة بشكل عام، ما هو أدنى يعني أقصد من وجهة نظرهم، يرون أنه في ذلك كان محاولة لكسر شوكة الإسلام، هؤلاء الذين يعرفون هوياتهم من هذه القضية باعتبارها هوية إسلامية، والعكس صحيح من جانب المسيحيين والأديان الأخرى. بس هناك كمان خط ثالث، خط العلمانيين، والذي ظهر في مسحة سريعة حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، الذين قالوا أن وجود المبنى كمتحف هو أعلى من دور العبادة من وجهة نظرهم، لأنه يربأ بالدولة عن التعريف من مفهوم أصولي أو ديني. عندما تكون علماني لا تكون انتقائي، يعني هذه هي السقطة، لا تنظر بعين واحدة بل تنظر بعينين. لماذا لم ينتقدوا إسبانيا واليونان وإسرائيل وغيرها من الدول التي حولت المساجد إلى كنائس ووضعت الصلبان وكسرت أو منعت المسلمين من، إذا ذهبت أنا إلى مسجد قرطبة منعونا من حتى أن نصلي، ممنوع أن تسجد أو تقول الأذان. لماذا؟ هذا كان أكبر جامع في العالم الإسلامي بعد الحرم المكي. لماذا؟ إذا أنا بأنتقد أنتقد أردوغان لأنه حول المتحف إلى مسجد، أعاده ما حوله، أعاده إلى مسجد. ونفس الشيء أنتقد للإسبان الذين يقومون يعني بالإقصاء والاشتثاث. وفي نقطة مهمة جدا وأخيرة، أن أردوغان وتركيا فشلت خلال 60 سنة الماضية من أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي. وأنا أذكر هنا بمقولة مشهورة لأمين عام الاتحاد الأوروبي في مطلع التسعينيات بعد نهاية الحرب الباردة، أو وزير خارجية هولندا بالأحرى، الذي قال بأن تركيا لن تصبح دولة في الاتحاد الأوروبي لأنها دولة مسلمة وهذا نادي مسيحي. يعني هذا لم نسمع انتقادات له أيضا. أنا هو الواقع أنه أنا ذاك تركيا هذا تحديدا سؤالي لحضرتك التالي التي يا ثاني أكبر قوة في الناتو. طيب بس كمان تركيا والحزب كانا ينفيان عن نفسيهما هوية أنه حزب إسلامي، وكان ذلك منتقد ومرفوض بشدة من جانب أعضاء الحزب ومن جانب الحكم في تركيا حينما جاء، قالوا لا تقولوا عنا إن حزب إسلامي ولا حتى ذو خلفية إسلامية، وإن تركيا لديها نظام في الحكم، لدينا مسافة من الجيش ومن الدستور ومن القضاء، ونحن دولة مؤسسات وإلى آخره. سؤالي لحضرتك هو عن وجود تركيا في مش بس في الإقليم، في العلاقات الدولية، لديها علاقات راسخة مع روسيا برغم الخلاف بينهما في سوريا، لديها صفقات سلاح مع روسيا، لديها علاقات تجارية مع إسرائيل، لديها حلف شمال الأطلسي وحلفاؤها معه في ناتو، وبالتالي تركيا جزء من العالم، وهذا العالم كيف سينظر إلى خطوات كهذا؟ تركيا تقدم نموذج مقبول وناجح لدولة مسلمة حضارية عصرية، طبعا عندها أزمة اقتصادية الآن ككل دول العالم قبل حتى
جائحة كورونا، ولكن تركيا دولة مؤثرة ومهمة وذات ثقل وبعد حضاري وثقافي وإنساني وإمبراطورية ومهد الخلافة أو عفوا وحملت لواء الخلافة الإسلامية والدولة العثمانية انتشرت يعني في المنطقة على مدى 500 سنة من الجزائر إلى فلسطين ومن يعني سوريا إلى اليمن. ولهذا السبب يعني تركيا دولة ذات ثقل لا يمكن أن نستهين بها، والآن تكتسب أهمية كبيرة بدورها ومشروعها وحضورها في أكثر من إقليم، وكما نرى الآن في ليبيا في سوريا في العراق. طبعا هذا يهدد الأمن القومي العربي، ولكن المشكلة لا نلوم تركيا ولا إيران ولا إسرائيل حتى، لأنه نحن العرب ما عندنا مشروع. لهذا السبب الكثير من المسلمين ابتهجوا عندما تحولت أو عادت آيا صوفيا من متحف على مدى 86 سنة إلى مسجد كما كان قبل على مدى 500 سنة، لأن هذا انتصار يتيم للمسلمين في وقت لا توجد انتصارات لا للعرب ولا للمسلمين. طيب دكتور عبد الله، طبعا هناك نقطة خلافية حضرتك طرحتها لكنني مضطرة للتوقف، لها علاقة بما إذا كان العرب لديهم مشروع من عدمه، وفي ذلك الحديث يطول. دكتور عبد الله الشايجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وشكرا لزملائي طبعا فتحي شمس الدين، أحمد عبد القادر، مها القاضي، لميس عدنان، محمود القصاص، شريهان الأخرس، وتحياتي رشا قنديل. هذا الحوار لم ينتهي، سأذهب بكم إلى راديو بي بي سي لاستكماله.